احنا بنعرف الكود بتاع الشعرايه، وبيوريني كمان البصيله وكم الميلانين اللي موجود فيها. نتكلم برضو عن الجهاز وامكانيات الجهاز في تشخيص الحاله، وهقول لكم العرض اللي مستشفى الرساله كمان عامله بهذا الجهاز. اولا احنا طبعا بناخد البيانات المريض العاديه، الاسم، السن، الجندر اللي هو طبعا سيده ولا رجل، بنشوف الحاله لو هي سيده مثلا، هل هي متزوجه، عندها اولاد، حامل، بترضع، كل دي طبعا من الحاجات اللي بتبقى مهمه جدا ان احنا نسال عليها واللي بتهمنا في تحديد خطه العلاج. بنشوف كمان الشعرايه نفسها، احنا عندنا حاجه اسمها ثيننج وحاجه اسمها شيدنج. ثيننج يعني الشعرايه رفيعه خفيفه عن السمك الطبيعي بتاعها. شيدنج الشعرايه دي ما بتطولش، فروه الراس باينه ودرجه هي باينه بدرجه قد ايه، وده بيبقى مهم جدا. قشره الشعر وخصوصا في فصل الشتاء وفروه الراس لازم برضو تكون محددين هل هي موجوده، وموجوده بانهي نوعيه عشان نقدر نشخص وندي العلاج المناسب في البيت. طبعا درجه الشعرايه نفسها كسمك انواع، يعني ممكن تبقى خفيفه جدا، ممكن تبقى متوسطه، ممكن تبقى تقيله. درجة تساقط الشعر يهمنا ان احنا نعرفه، هل الشعر خفيف ما بيتساقطش، هل الشعر بيتساقط، هل الشعر بينزل بطوله كتير، دي كلها حاجات لازم نبقى عارفينها. فاصل وهنرجع لكم تاني. كمان من الحاجات المهمة جدا درجة تساقط الشعر. درجة تساقط الشعر يهمنا نعرف هل الشعر ده بيتساقط بنسبة قليلة، هل ما بيتساقطش خالص بس الشعر ضعيف وفروة الراس باينة، هل بيتساقط بغزارة، وده برضو كل دي حاجات بتساعدنا في التشخيص. كمان الشعر الابيض او درجه الشعرايه نفسها عامله ازاي، يعني كل ما كان السن صغير والشعر يميل لانه هو جراي او بيبقى ابيض، ده برضو بيدينا تشخيص بالنسبه لصبغه الميلانين اللي موجوده حوالين البصيله، ودي بتبقى حاجات تهمنا جدا في حالات معينه زي حالات البهاء مثلا او نقص التصبغات اللي بتبقى موجوده في الجسم عموما وفي الشعر. كمان القشره زي ما قلت لكم مهمه قوي. اخر حاجه مهمه ان احنا بنشوفها، ودي برضو من ضمن الإجراءات التشخيصية لمشاكل الشعر، هي الأظافر، صحة الأظافر، ودي برضو مهمة جدا. الأظافر فيها يعني الضفر مقسوم بالعرض أو مقسوم بالطول أو ما بينموش بشكل كويس، أو الضوافر نفسها خفيفة مش جامدة، ده برضو بيهمنا جدا علشان نقدر نحط الخطة العلاجية. احنا بنربط الجلد بالشعر، بالحالة النفسية، بالصحة العامة للجسم، كل ده بنقدر منه نحط خطة علاجية بتبتدي من أول التغذية العلاجية اللي هي الخطة العلاجية الخاصة بالتنظيم الغذائي واللايف ستايل. بعد كده بيجي دور العلاج ثم الجلسات. التلاتة دول لازم يكونوا مرتبطين ببعض ومحطوطين في منظومة علاجية صح معتمدة على تشخيص صح. معاكم وهنخش قسم تاني من أقسام المستشفى، وهنتعرف على أجهزة تانية بتفيد الجلد والبشرة. اهلا وسهلا
اهلا بيكو في قسم يعتبر من اهم الاقسام اللي موجود في مستشفى الرساله الحقيقه. القسم ده هو قسم الليزر. معايا النهارده دكتوره بوسينه قرقوره، اهلا بيكي يا دكتور، نورتينا. الحقيقه ان احنا هنتكلم عن جهاز الليزر اللي هو الالكسندرايت جنتل ليز، وهنتكلم عن اهميته واستخداماته. طبعا دكتوره بوسينه هتشرح لنا ازاي بنستخدمه وامكانيات الجهاز ايه يا دكتور بوسينه. هو طبعا حضرتك عارفه ان الجهاز اسمه جنتل ليز، هو الكسندرايت. اهم حاجه فيه ان هو بيشتغل على كل التايبس من السكين، كل انواع الجلد الفاتح والغامق، فده طبعا بيقلل الهازرز اللي ممكن تحصل من او المشاكل اللي بتحصل من الليزر. طب التبريد بقى اهم، دي اهم حاجه موجوده في الجنتل ليز، ان هو فيه دايركت كولينج، يعني البنج ده بيعمل زي بنج في الجلد التبريد. طيب دكتور، يعني طبعا انا مش هتكلم قوي في التكنيك بتاع الجهاز، لكن انا يهمني اعرف احنا بنستخدمه لازاله الشعر العام في الجسم، الوان الشعر اللي احنا بنستخدمها. يعني احنا بنستخدم طبعا الشعر الاسود. اوكي، طيب لو هنفترض ان الشعر ده لونه فاتح، هو طبعا بيشتغل على كل انواع الشعر. أوكي. بس طبعا كل ما كان الشعر سميك وغزير ودارك، يعني غامق في اللون، كل ما بتكون النتيجه طبعا افضل او بيحتاج سيشنز اقل. طيب في بعض البنات بيبقى عندهم شعر بيطلع في الدقن وبيطلع وبيطلع كمان في زياده اكتر من الطبيعي، هل دول الليزر ده بيفيدهم؟ طبعا. طيب في ناس تانية برضو، بنات تانية والأولاد طبعا اللي هم بيحبوا يحددوا، أو المشكلة بتبقى عندهم التهابات بتبقى موجودة في دقنهم وبيطلع فيها حبوب نتيجة من الشعرية لفة وداخلة تحت الجلد، ده برضو بيفيد؟ طبعا. أوكي، طب حالة تالتة بقى، علشان دي كمان من ضمن الأسئلة المهمة جدا، في بتبقى في خشونة في الجلد عند بنات نتيجة لأن الشعرية لفة وداخلة تحت الجلد، دي بتعمل خشونة وبتعمل ملمس مهما تشيل بالسويت بتتقطع مع السويت بالظبط، برضو الجلد خشن وبرضو الشعرية بتلف. الليزر بيشتغل بقى دوره بيشتغل، لان هو الليزر فكرته ان هو بيشتغل على البيجمنتس الغامقه اللي هو الشعرايه نفسها، الهير فوليكل. طب اوكي حلو قوي، اخر سؤال بقى وده مهم جدا، اللي عندهم غمقان في المناطق الحساسه كبنات، هل يعملوا ازاله للشعر الاول ولا يشتغلوا على التفتيخ مباشره؟ لا طبعا، يفضل طبعا ان هم يعملوا ازاله للشعر، لان الشعر بتكون من احد الاسباب الاساسيه لوجود الغمقان. طيب الشعرايه البيضاء بقى يقراها؟ ما بيجيبش نتيجه قوي معايا، نخش على الالكترو بقى، اللي هو التحليل الكهربائي، وده برضو موجود على فكره في المستشفى نشرحه بعدين. طبعا يا دكتور احنا مش محتاجين نحط اي انستيزيا خالص او اي كريمات قبل ال طبعا حضرتك عارفه كده، ممنوع اي كريمات حتى لو هي حتى حاجه تمسحها بالظبط. والشيفنج مش محتاجين، مش محتاجه قوي شيفنج، الشعرية بتاعتها فيري ثين، مش محتاجه شيفنج خالص معانا. بس طبعا في الحالات اللي هي فيها ديب هير او كده محتاجين نعمل شيفنج عشان ما يحصلش التهاب. وفي نفس الوقت احنا مش محتاجين حتى انستيزيا خالص، مش محتاجين اي املة او مش محتاجين حاجه، فطبعا ده بيخلي برضو في بنفيتس مع التايب ده من الليزر في الهير ريموفنج. يعني التبريد بيبقى قبل البلصايه وبعد البلصايه يعني وديورنج اوكي، يعني مش محتاجينه قوي، انما اللي بنحتاجه اللي قبل واللي بعد، او اللي قبل واللي في النص، يعني على حسب بنحتاج نوع، يعني اتنين منهم بس اللي بيبقوا شغالين، ما بنحتاجش كل التايبس معانا. تمام. عشان احيانا اللي هو التبريد الزياده بيبقى مش كويس. احنا هنشوف دلوقتي عملي ازاي الشعر بيتشال وفي جلسه واحده بس. طبعا احنا بنشتغل على مقاسات يا دكتور. طبعا، يعني في كذا مقاس موجود، احنا بنشتغل على المقاس اللي يمشي مع منطقه زي الايد، وفي مقاسات تانية يا جماعه بتبقى للبيكيني، الرجلين، المساحات الكبيره، يعني احنا بنظبط الجهاز على المقاس اللي احنا هنشتغل عليه، وطبعا ده بتبقى امكانيات في الجهاز نفسه ان احنا نقدر نشتغل على مساحه كبيره او نصغر المساحه اللي بيخبطها الليزر او بيشتغل عليها الليزر. بالظبط، على حسب والله يا دكتور، يعني في اماكن بنحتاج فيها السبوت سايز يكون اقل. بالظبط، فبنحتاج اللانس تكون اقل بالظبط، خصوصا لو بنشتغل في منطقه زي المستاج او
حد مشتغل في مناطق فيري فاين زي حوالين الحواجب، يعني في ناس بتبقى عايزه تعمل تحديد بتبقى الحاجبين قافلين على بعض، وده عند شباب وبنات، وده برضو طبعا ممكن نشتغل عليه بديامترز اقل بكتير. اتفضلي حضرتك. اوكي، طبعا كده الليزر نبتدي نشتغل بيه، بنحدد المكان اللي هنشتغل عليه ونبتدي نشتغل. هل بيبقوا جنب بعض على طول ولا بالزبط. بنبعد يا دكتور؟ لا، اهم حاجه ان احنا يعني ما بنعملش اوفرلاب، لا خالص. دي اهم حاجه. دي من البريكوشنز الحقيقه اللي بنستريحها، بيبقى جنب بعض يا جماعه بالزبط. خبطه خبطه كده، واول لما بنلاقي اي احمرار زياده في الجلد لازم نوقف. ما بنعملش طبعا عليه، وطبعا ده شغال بالتبريد، يعني بالزبط. احنا بنبرد في نفس الوقت، يعني هي مش حاسه باي بين او بالزبط. الم حاجه لو ملاحظه كمان هتلاقي في صوت بيطلع زي سبراي كده بيطلع. ايوه، ده التبريد. التبريد بالظبط بالظبط. يا جماعة الشعراية اللي بيخبطها الليزر هي اتوانس بتضعف، يعني معاد طلوع الشعراية العادي ده ما بتطلعش. احنا طبعا الجلسة اللي وراها بنشتغل على اللي ما تعملش، وطبعا احنا بنسيب حوالي شهر علشان نشتغل الجلسة التانية تكون البصيلة كونت وطلعت اضعف بكتير من ما كانت. بالظبط مش كده يا دكتور بصيلة؟ تمام. طبعا زي ما شفنا جلسة الليزر بنعتمد على اننا نضعف البصيلة بالتدريج، بنشتغل على جميع انواع الشعر ما عدا الشعر الابيض. الشعراية بتخف بالتدريج لحد ما تختفي تماما، نتيجتنا بنشوفها من اول جلسة. بيحصل تبريد في نفس الوقت، ما بنحطش اي كريمات واحنا شغالين بالليزر. الحقيقة كانت معانا في الجلسة دي دكتور بوسينة عرورة، هي أخصائية الجلدية والتجميل والليزر في مستشفى الرسالة. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، ميرسي وتشرفت بيكي، وأشكرك على مجهودك القوي جدا في القسم ده.